هذا في الدربي صعيب بس اي ماتش معايا اي ماتش نتصور ما يجيش بسهل اما انا اونتون به الحمد لله اللي الميتون الاول سهلنا الماتش على رواحنا جاو زوز بونت وخلونا نلعبوا مرتاحين اكثر و دوزيام ميتون مع التعب مع نتاع الماتشوات والفواياج اللي كنا عاملين وجرينا الماتش و 3 بوان مهمين برشا كاو توا عندنا جمعه نحضروا فيها ماتش ليغ دي شامبيون اللي مهم تيو الصفحه وكملنا نخدموا كاو فيكتوار يخلي الترجي يجري 5 ماتشات جايين الاخر يخلي قريب ولا مش هو دو فيكتوار حتى يخلي الاسبيرونس بطل ما والله حق الحساب هذا ما نش نحسبوا فيه نمشيو بالماتش بالماتش كل ماتش مهم اليوم كان ماتش نتاع شامبيون كيما قلت لك 3 نقاط مهمين تاو انتو صفحه نتاو راه بيت الابتر تاور فثنيه صحيحه كاو معنا كان كملوا نخدموا على رواحنا ان شاء الله ربي معنا كسترا مقابلتكم معايا اكيد مش تكون مقابله صعيبه معنا تاور ادفرسير محترم لازم ناخذوا حذرنا ونحاول ان شاء الله باش ناخذوا باين على بكري وقلت ربي ان شاء الله زينه وان شاء الله نكملوا المرحله هذه بترشح ان شاء الله الجمعه الجايه.